بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مع درس جديد من دروس الرخصة الإيطالية من الألف إلى الياء. اسمحوا لنا في البداية نرحب بحضراتكم، وياريت لو مش مشترك في القناة تشترك الآن وتفعل زر الجرس عشان يوصلك إشعار بكل الفيديوهات الجديدة، وياريت تشير الفيديو عشان المعلومة توصل لكل الناس. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تسيب لنا لايك وتعليق أسفل الفيديو، ويلا بينا نشوف درسنا النهاردة. ما زلنا مكملين مع سلسلة كلمتين وبس. سلسلة كلمتين وبس سلسلة بنتعلم فيها حل الأسئلة بكلمة أو بكلمتين. السلسلة دي بتهم في المقام الأول الناس اللي ما عندهاش لغة. لو ما عندكش لغة ما تخافش، ما عندكش وقت كافي تذاكر برضو ما تخافش، عاوز المعلومة من الآخر تبقى السلسلة دي بتهمك أنت بالتحديد. النهاردة هنتكلم عن جزئية جديدة من الباب 13. نشوف مع بعضنا كده موضوعنا النهاردة في الباب 13. جونجندو دون أو إنفيتشنانسا دون أنكروتشو. جونجندو إنفيتشنانسا دون أنكروتشو، عند الاقتراب أو أثناء عبور تقاطع. إيه المطلوب نعمله؟ عند عبور التقاطعات أو عند التقاطعات. ده موضوعنا النهاردة. هنحل الأسئلة إزاي؟ هنحلها طبعا كل الأسئلة اللي هتجينا هتبقى غيره، باستثناء لو وجدت كلمة من الثلاثة دولت أو كلمة من الأربع كلمات دهما. كلاكسون تبقى فالسو، سيمبر فالسو، سينسا فالسو، فولوتشامينتي تبقى فالسو. كل الأسئلة غيره ما عدا الأربع كلمات دهما لو موجودين في السؤال تبقى فالسو. يلا مع بعض ندخل ونشوف الأسئلة كده ونطبق الكلمات دي في حل الأسئلة. هنا جونجندو دون أنكروتشو، يبقى احنا قلنا كل الأسئلة هتبقى فالسو ما عدا كلاكسون، سيمبر، سينسا، فولوتشا، مش موجودين الكلمات دي تبقى فيرو. اتنين، هنا برضو بيقول لي أتريفرساري الأنكروتشو هوت، يبقى طبعا ندور على كلمة كلاكسون، سيمبر، سينسا، فولوتشامينتي، دول فالسو، بقيه لو مش موجودين تبقى فيرو، يبقى هنا هقول له فيرو. ثلاثة، جونجندو أنكروتشو مفيش كلمة من الكلمات دي تبقى فيرو. أربعة، جونجندو إنفيتشنانسا دون أنكروتشو برضه مفيش كلمة من الكلمات اللي هي غلط تبقى فيرو. خمسة، جونجندو إنفيتشنانسا دون أنكروتشو يبقى مفيش كلاكشن ولا سيمبر ولا سينسا ولا فولوتشامينتي تبقى فيرو. ستة، جونجندو إنفيتشنانسا دون أنكروتشو يبقى كلاكسون فالسو، سيمبر فالسو، سينسا فالسو، فولوتشامينتي فالسو، مفيش تبقى كله فيرو. سبعة، برضه جونجندو إنفيتشنانسا دون أنكروتشو يبقى مفيش كلمة من الكلمات الخطأ تبقى دي فيرو. 8، جونجندو أنكروتشو برضه مفيش كلمة من الكلمات دهيت تبقى فيرو. 9، جونجندو إنفيتشنانسا دون أنكروتشو مفيش كلمة من الكلمات اللي هي الخطأ تبقى الإجابة هنا فيرو. 10، جونجندو أو كواندو سي أتيفرسال أنكروتشو برضه هنا كلاكسون فالسو، سيمبر فالسو، سينسا فالسو، فولوتشامينتي فالسو، مفيش نقول له فيرو، يبقى هنا كل ده فيرو. 11، برضه هنا فيتشينو لينكروتشو برضه هنا مفيش كلمه من الكلمات ديت موجوده تبقى الاجابه فيرو. 12، اهو برضه فيتشينو لينكروتشو يبقى انا عايز كلمه ايه؟ يبقى عايز كلمه من الكلمات الخطا، كلاكسون مش موجوده، سيمبر، سينسا، فلوتشامينتو مش موجوده، تبقى تقول له فيرو طالما الكلمات دي مش موجوده. 13، جونجندو انفيتشنانسا لينكروتشو اي كلاكسون ده تبقى فالسو، كل الاسئله اللي فاتت تبقى فيرو، كلاكسون فالسو، سيمبر تبقى فالسو، هنا سينسا تبقى فالسو. 16، جونجندو إنفيتشنانسا دون أنكروتشو فولوتشامينتي تبقى فالسو، يبقى كل الاسئله فيرو ما عدا الاربع كلمات دهمت هم اللي فالسو. يبقى احنا كده حلينا كام سؤال؟ حلينا 16 سؤال اللي هم كل الاسئله اللي هتجي لي على الجزئيه الخاصه ب جونجندو إنفيتشنانسا دون أنكروتشو. كل الاسئله فيرو باستثناء الكلمات ديت، كلاكسون تبقى فالسو، سيمبر فالسو، سينسا فالسو، فولوتشامينتي تبقى فالسو، خلاف ذلك كل الاسئله فيرو. شكرا لكم على حسن الاستماع وعلى حسن المتابعه، حتى القاكم في درس جديد لكم مني اطيب المنى، والسلام عليكم ورحمه الله.